حفل عشاء بشاتو رويس للجمعية اللبنانية للتوحد، ويلي ضم عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية يلي استمتعت ببرنامج فني بليلة بعود رايعة لهالأطفال يلي بحاجة لكتير من الدعم. أقامت لجنة الأهل بالجمعية اللبنانية للتوحد حفل عشاء بشاتو رويس. الحفل يلي بيعود ريعه لإقامة المخيم الصيفي للأطفال المصابين بالتوحد. كما ألقت رئيسة الجمعية السيدة أروى الأمين حلاوي كلمة عن آخر إنجازات الجمعية، وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات. الجمعية اللبنانية للأوتيزم التوحد تأسست سنة 1999، ونحن أهالي أولادنا عندهم توحد مع بعض الاختصاصيين أسسنا الجمعية وحطينا ثلاث أهداف لحالنا. أول هدف دعم الأهل معنوياً ونفسياً، ثاني هدف تقديم أفضل الخدمات للأولاد اللي عندهم توحد، وثالث هدف توعية المجتمع هالحالة، لأنه وقتها ويمكن بعد كمان في ناس ما بيعرفوا شو التوحد بلبنان، ونحن بدنا أولادنا يكونوا مدموجين بهالمجتمع، بقى المجتمع لازم يكون عارف عن هالحالة ويتقبلهم. أنا مبسوط موجود معكم بأجندا لنساعد معنويا وماديا جمعية توحد اللي بتهتم بكل الأطفال اللي عندهم هالمشكلة، يلي بيعود ريعة لتأمين معلمات متدربات خاصة بالأطفال اللي عندهم توحد، وهذا نشاط اجتماعي ما عنده أي هدف سياسي، ما عنده أي هدف، ما عنده أي لون، ما عنده أي صبغة، إنسانة 100%، فكلنا لازم نكون حد هذه الجمعية. هذه جمعية الأوتيزم للأطفال، أول شغلة أنا بسندها لأنه عن جد it's one of the جمعيات very serious، يعني جمعية جدية مش بس موجودة بس عن جد بتساعد، وأنا بسندها 100%، بتمنى لهم ازدهار من سنة لسنة، وهيدي السنة عم بيحاولوا يعملوا عشا شوي على نطاق شوي مرتفع. كمان سندون كتير شاتو رويس هون مثل ما شفتوهم، وأنا عن جد دعمهم شخصياً، وإن شاء الله يكونوا دايماً على تقدم. افطار صار على شرف زميلنا بتلفزيون المستقبل الإعلامي منير الحافي بطرابلس، رح نشوف سوا بعض المشاهد. كرم اتحاد بلديات الفيحاء بالاشتراك مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة بالشمال الزميل منير الحافي من خلال الإفطار أقيم بمنتجع الميرامار بطرابلس. حضروا عدد من النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، وألقيت بالمناسبة كلمات شددت على دور الإعلام بنقل الصورة الحقيقية منوهة بمسيرة المكرم. بدوره شكر الحافي مدينة طرابلس على التكريم، مشددا على ضرورة إظهار الوجه الحقيقي لهالمدينة الغنية بحضارتها وقدراتها التنموية والسياحية والاقتصادية الكبرى. وبالختام قدم رئيس الاتحاد نادر الغزال درع البلدية، وأمين عام الغرفة توفيق دبوسي درع غرفة التجارة والصناعة للمكرم. We'll be right back.
ختام حلقتنا لليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعية الفنية والثقافية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي www.futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لبيج أجندة on Future TV. وأنا كمان مرة بقلكم كل عام وأنتم بألف خير، وهلأ بودعكم وبقلكم باي.